هنبدأ مع حضراتكم بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات. تم عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وأيضا السياسية. امبارح كمان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني. وقال رئيس الوزراء إن المنصة الوطنية بتلقي اهتمام بالغ من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتم عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني حتى منتصف مارس الجاري، وأكد رئيس الوزراء إن هذه المنصة الوطنية بتلقى اهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات الجوية المصرية كثفت بالتعاون مع نظيرتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة، وده في ظل الأزمة اللي بيعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص في كافة الاحتياجات الإنسانية. وفي سياق متصل أقلعت عدد من طائرات النقل العسكري على مدار يومين 22 و23 من شهر مارس الجاري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها براً بقطاع غزة. امبارح ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مؤكداً أن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود. وجاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة للأمين العام للأمم المتحدة في مطار العريش الدولي عقب وصوله على متن طائرة خاصة. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع بأسرع وقت، موضحاً أن زيارته لمحافظة شمال سيناء بتشمل زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ولقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في القطاع في الجانب المصري من المعبر. أيضاً قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة امبارح خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح إنه جاء إلى معبر رفح في شهر رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي قطاع غزة، وأضاف: لا مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأهل غزة بيقضوا شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي وبدون المساعدات الإنسانية التي لا تدخل إلى القطاع.